yanzu insha Allah za mu ga ya ciwo karamar hukumar mulki ta shinkafi da karamar hukumar mulki ta shinkafi muna da Mansur Muhammad fa يا منصور بأي رواية تقرأ؟ برواية حفص العنصي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر الناس لا يعلمون
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن النون مشددة حكم هاء إظهار غنة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لمد العنود للسكون السؤال الأخير الباء من أين تخرج من الشفتين بانطباقهما بارك الله فيك